شنو احوالكم اليوم؟ رجعت لكم باش نعمل لكم فيديو هذي ان ماسك جوماج او نوا دو كوكو، ان ماسك نوريسون و هيدراتون، اما زيد يفا فينير اكسفولي فوتر فيزاج توت ان دوسور. كنت نستعمل لو جوماج او سكر، ما حبيت حاجه بلو دوس خاطر السكر سي ان بو ابرازيف على الفيزاج. كان تحبوا تعرفوا كيفاش تعملوا لا روسيت بوتي هذيا كي هي تري سامبل اي افيكاس، اقعدوا معايا وشوفوا كيفاش. pour réaliser ce masque نستحقوا ان بول باش نخلطوا فيه، نستحقوا دو ميل بور ليدراتاسيون، عنده منافع اخرين زاده ديما نستعملوا في لي ماسك نتاعي كيك سوا شعر ولا وجهي. نستحقوا فارين دو ري الفا فينير اكسفولي هي زاده وزاده تبيض البو. نستحقوا دو لا نوا دو كوكو مرحي pour l'exfoliation، ونستحقوا دو لويل فيجيتال، اي لويل فيجيتال تحبوا عليها. انا اخترت لويل دو نيجيل ولا زيت الحبه السوداء على خاطر عنده دي زيفي سور لي بوتون. ونستحقوا ان بو باش نحطوا فيه الميلانج نتاعنا، نحطوا اون كويير ا كافي دو ميل و دو كويير ا كافي دو لويل فيجيتال دو فوتر شوا اللي موجود عندكم تستعملوه. وانا حطيت انفيرون مغرفة كبيرة فارين دو ري، وزدت عليها مغرفة كبيرة نوا دو كوكو غابي، ونخلطوا الميلانج الكل باش نتحصلوا على اون بات. كيما تشوفوا هنا البات جاتني شيحة شوية، دونك جي اجوتي اون كويير ا كافي دو كريم فريش كي فا اتينوي لي زيريتاسيون وزيد ال فا هيدراتي لا بو. كان ما كانش باش تستعملوه دو سويت ولا قعد لكم، تاخذوا بو تنفوه بالكدا و ديزانفيكتي وتحطوا فيه لو غوماج نتاعكم. نورمالمون هذه باش تعمل لكم بلوزيور ابليكاسيون. Voilà la texture, elle est crémeuse, ça sent le miel et le noix de coco. J'espère que la vidéo est dite en fracom, j'espère que ça vous plaît. Je vous vois bientôt, salut!